الربيع مفتاح على اليسار 25 مختار بن موسى في وسط الدفاع 5 محمد بن يحيى 19 رضوان شريفي. مباراة عودة الثقة بالنسبة للمجموعة. في المقابل على الدكة توفيق روابح نعرف جيدا ما ينتظرنا في باقي المباريات. روعة مباغتة، شنو هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أي صاروخ، أي تسديدة، الله يفعلها المدية، يفعلها ضربة قوية مع بداية المباراة كانت مباغتة، تصويبة جنونية، تصويبة صاروخة، ولا واحد كان ينتظر هذه الكرة من الكابيتان توفيق عدادي. عدادي حسبها مليح، عدادي شاتها بقوة، عدادي باغت الكل، عدادي توفيق، توفيق ابن مولديت سعيدة 28 عام، ياخو كرة ممتازة من وسط الميدان، يتقدم، يهرب، يراوغ، يعدي، ثم يصوب قوية، با 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 ملا شوطة، ملا تسديدة، ملا بداية، أحلى بداية، أحلى انطلاقة. لو يسمع مراد بيرفان بكرة من بعيد، هذا كرة الهدف الأول، خطأ كبير، لمسية 3-2 بالوزداد بنفس النتيجة 3-2، والمدية مرة أخرى بكرة لوام تخلي الشك في ملاعبية اتحاد العاصمة. كرة ملعوبة، كرة للثاني، خطيرة من عبد الحق عبد الحفيظ، يتدخل مراد، يلعب بالنار، دفاع اتحاد العاصمة، بن يحيى كرة تعود لمؤيد الليفي، خطير من جهة اليمين، مؤيد يمشي، مؤيد يمر، مؤيد يصوب، والكرة للحارس زكريا السعيدي، تعود مرة أخرى من ربيعة مفتاح، هذه خطيرة للاتحاد، عبد الرؤوف لمسة بالخماسة، يصوب، تعود من الدفاع، سهلة للدفاع أولمبي المدية، كرة مرة أخرى من عبد الرحمن مزيان، مزيان بن خماسة يمر، بن خماسة العرقلة لكن ما فيها شيء، رائع هذه كرة محمد بن خماسة والمطالبة بضربة الجزاء، كيف تغيرت الأمور من عال العال إلى أسوأ إلى أسوأ، ترجع الكرة خطيرة هذه كلها للثاني، أوه الثاني يذيع، أم مختار بن موسى اليساري، مختار يصوب حتى له، مختار بن موسى، ياي ياي ياي، كرة خطيرة كانت على مرمى الحارس زكريا السعيدي، تضيع معاه فرصة هدف التعادل بالنسبة لاتحاد الجزائر. هذه الكرة كانت قوية وما كانتش بعيدة، الواحد اثنين الخطوات، ملعوبة مرة أخرى بن خماسة، بن موسى أو ربيع مفتاح، ربيع يرفع على الكرة، مؤيد الله في التمهيد بالراس، إبارة، كرة ما زالت خطيرة، يتعلق زكريا السعيدي، ترجع الكرة مرة أخرى لفريق اتحاد العاصمة من عبد الرؤوف بن غيث، بن غيث مزيان، مزيان يصوب، والتعلق لزكريا السعيدي، يصوب عبد الرحمن وزكريا يتصدى، وتبقى الكرة وتبقى الهجمة لاتحاد العاصمة مرة أخرى من عبد الرؤوف بن غيث، ممتاز عبد الرؤوف، عبد الرؤوف يعمل في كل شيء، أفضل لاعب في اتحاد العاصمة، لمسة من عبد الرحمن مزيان، 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 يصوب، قوية من عبد الرحمن مرة أخرى، عبد الرحمن مزيان وعبد الرؤوف بن غيث من أبرز اللاعبين بالنسبة للاتحاد، وعلى فكرة عبد الرحمن مزيان نهاية عقد يونيو القادم، هذا اللاعب بالقميص رقم 11 مطلوب بشدة وبقوة من فريق العين الإماراتي، وكذلك موجود في قائمة إبارة، هو الشبح للكونغولي، شبح للهدف بالنسبة للاتحاد، كرة من عبد الرحمن مزيان، مزيان قوية التدخل، ماذا يقول ميسو؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، يلعب، العب، 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 كرة لدفاع أولمبي المدية، ننتظر الإعادة، ترجع الكرة مرة أخرى في الوسط من جانب عبد ربيع مفتاح، مفتاح كرة في التماس، تعود للوام مع أحمد خالدي، خالدي اللي هو في الأصل يعني لاعب رواق، لاعب طرف هجومي، هذه الكرة ما بين عبد الرحمن مزيان وبو سالم، واعتقد أن المدافع يعني واضح كان مشال الكرة، كان مشال الكرة المدافع القادم النصر حسين داي صاحب الهدف الوحيد، وهذه الكرة اللي فيها شك من ناحية ركلة الجزاء، خطأ كبير لا يغتفر، وهذه كرة أخرى خطيرة تمر على دفاع أولمبي المدية، كرة من عبد الرؤوف بن غيث مرة أخرى، رجل المباراة إلى حد الآن، نجم اللقاء عبد الرؤوف بن غيث، كرة أخرى
تصويبه وتعلق للحارس ميسوم بن عبد الله على نهايه الشوط الاول. هنا مشاهدينا الكرام في ملعب عمر حمادي ببلوغين على نتيجه التقدم 1-0. جمال بن عالم، محمد هريات، الحاشيخ بوشريت، احمد خالدي، محمد حسام حريش، وعبد الحق عبد الحفيظ. تبقى من عبد الرحمن مزيان، مزيان مزيان بن غيث، عبد الرؤوف يرفع الكره الطويله البحث عن براتسي بارا، ايبارا يمهد للافي، مؤيد، مؤيد يعمل توزيع قدير التعادل. الله، حتى 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 عبد الرؤوف بن غيث. يا بن غيث من اين لك هذا؟ يا بن غيث يا معلم، بن غيث يحط كره ممتازه على الطاير بعد توزيعه من مؤيد اللافي، يشعل المباراه، يشعل الروح في مدرجات ملعب عمر حمادي ببلوغين. مؤيد اللافي بالمليمتر يوزع الاستقبال باليسار من جانب عبد الرؤوف بن غيث، يحط كره في الشبكه، هدف التعادل 1-1. عبد الرؤوف يحط كرة في الشبكة، يباغت الحارس زكريا السعيدي على الطاير، ممتاز جدا هذا الهدف من موسى عبد الرحمن مزيان. فريق اتحاد العاصمة خلاص انتهت فترة الشك، عادت حليمة لعادتها القديمة. عبد الرؤوف يعمل تغطية ممتازة، كرة لمؤيد اللافي، الوان تو ناجحة بين الليبي مزيان، عبد الرؤوف يتدخل ترجع، مؤيد يصوب والكرة بعيدة. اتحاد العاصمة للموسم القادم، كرة من عبد الحق عبد الحفيظ، هذه للثاني، هذه للثاني، خطيرة خطيرة، ما زالت كرة تصويبة، قول تضيع من عبد الحق عبد الحفيظ. وكذلك إبراء والمساندة التي تأتي من بن غيث، وهذه كرة ممتازة، هجمة سريعة مرة أخرى، عبد الحق عبد الحق الثاني الثاني الثاني، لا يضيع الكو، يضيع عبد الحق عبد الحفيظ، سيندم أولمبي لمدية، سيندم، سيعاقب لوام، سيعاقب على هذه الكرات وعلى هذه الفرصة. هذا عبد الرحمن، العقوبة قد تأتي الآن. مزيان مزيان عبد الرحمن مزيان بكرة ملعوبة، توزيع على القائمة الثانية، إبراء التمهيد الثاني، ومؤيد اللافي المطالبة بضربة الجزاء. هذه يا عبد الحق، هذه ذيعة يا عبد الحق، عبد الحفيظ راس راس في المان تو مان، وجه لوجه، يحط كرة سهلة فقد توازنه قبل التصويب. مزيان، كرة لعبد الرؤوف بن غيث، بن غيث أي شوط ثاني بالنسبة للاتحاد، عاونوا الهدف في توقيت مبكر، كرة على القائمة الثانية، خطيرة الربيع مفتاح، كرة أهدرت، كرة ضاعت للهدف الثاني، لم تشفع لمراد بلافان لصد كرة توفيق عدادي. ترجع الكرة، محاولة، عداد عداد عدادي يصوب بعيدة، عدادي ابن مولودية سعيدة، وهو آخر فوز للاتحاد كمضيف، يعني من 2016 لويس ما لم ينتصر على أولمبي لمدية هنا. وهذه كرة عبد الكريم الزواري، لكن سهلة كانت التصويبة. يوم 9 فبراير الماضي هنا في بلوغين أمام اتحاد بن عباس، هدف عبد الرحمن مزيان، 1-0 جولة 21، وهذا الثاني ذيع، الانتصار الثاني للاتحاد، خطيرة والمحاولة ممتازة من عبد الرؤوف بن غيث، يصوب بعيدة قوية كانت غير مؤثرة، تصويبة عبد الرؤوف، كرة ملعوبة عايدة، التصويبة تأتي أم لا، كرة قوية من محاولة جديدة من مؤيد الليفي، ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة للاتحاديين من جديد، خطير هذه العملية، مؤيد اللافي، اللافي يلف ويدور ويحط كرة الثاني، مؤيد اللافي، مؤيد اللافي سجل الثاني، يو هدف ثمين في وقت ثمين، الاتحاديين يعودون بالمباراة، الاتحاد الحمراء تمرض ولا تموت، الليبي يعود بالاتحاد من بعيد في مباراة صعبة، في مباراة قوية، مؤيد اللافي يباغت زكريا السعيدي. ألم أقل لكم أن الاتحاد سيعاقب أولمبي لمدية؟ فرصة عبد الحق عبد الحفيظ كان سجلها الثاني، خلاص تنتهي المباراة، اللافي يعاقب لمدية على كرة عبد الحق عبد الحفيظ ويسجل الثاني بهذه التصويبة القوية بالساق اليمنى، يحط كرة في الشبكة في الفيلي، 2-1 للاتحاد.
جديد. الاتحاد يرجع له الامل، الاتحاد ترجع له الروح، الاتحاد ترجع له الثقة، الاتحاد في صورة الانتصار سيذهب لتزي وزو بمعنويات كبيرة، معنويات مرتفعة جدا، حتى الكرة يعني علقت في الجدار. الزواري، الزواري، الحلول التي تأتي من بنك الاحتياطيين، ملعوبة كرة، تصويبة خطيرة، واو، تصويبة ممتازة، تصويبة قوية، تسديدة رائعة، كانت المحاولة من محمد بن خماسة. يا بابا يا بابا، كرة من مختار بن موسى والانزلاقية، مباراة أصبحت قوية على الجانب البدني، اندفاع كبير، خطورة، والثالث، الثالث، 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 عبد الرحمن مزيان، مزيان يا عبد الرحمن، مزيان، هذا الهدف الثالث، خلاص انتهت الحدوثة، انتهت الحكاية، انتهت قصة مباراة أولمبي لمدية. 3-1، 3 نقاط في الجراب، الرتبة الأولى عاصمية ليسما اتحاد الجزائر، 49، فرحة كبيرة في المدرجات في ملعب عمر حمادي ببلوغين. شوط ثاني مثالي لاتحاد العاصمة، ممتاز عبد الرحمن مزيان، رائع، مجهود فني فردي، يحط كرة في الشبكة بعد تجاوز الدفاع اللافي في الأسيست، اللافي بعد ما سجل الثاني يتكفل بالتمهيد، وعبد الرحمن مزيان الذي أصبح مطلب كبير في العين الإماراتي والترجي التونسي، يحط كرة في الشبكة، يسكر المباراة، يغلق الحوار، خلاص تصبحون على محبة، تصبحون على خير.